والآن إلى أبرز ما جاء في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وأبدأ من لبنان ديبيت، حيث كشف نير يكشف خلفيات قرار الحريري. أكد المحلل السياسي جوني منير أن الاتجاه الأغلب أصبح واضحا باتجاه عدم ترشح الرئيس سعد الحريري للانتخابات النيابية نتيجة نصائح خارجية في هذا الإطار. وقال منير للبنان ديبيت: الاتجاه أيضا لمشاركة تيار المستقبل من خلال دعم لوائح في المناطق، شرط أن يتولى كل مرشح حملته حتى مع الحلفاء الذين سيخوضون الانتخابات إلى جانبهم. منير كشف أنه بعد تمام سلام لن يترشح لا رئيس الحكومة الحالي ولا رؤساء الحكومة السابقين في النادي، وهم سعد الحريري، تمام سلام، فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، ولكن هؤلاء سيشكلون ائتلافا لدعم اللوائح التي سيدعمها تيار المستقبل، والتي ستكون مثلا في طرابلس بالتفاهم مع نجيب ميقاتي، وفي باقي المناطق يدعمون بالتفاهم بين بعض، أي يقومون بدعم اللوائح التي سيتم تشكيلها تحت جناح رعاية تيار المستقبل وائتلاف رؤساء الحكومة السابقين. هذا الاتجاه الغالب حتى اللحظة. وعن احتمال حدوث تغيير بموقف المستقبل لاحقا نتيجة ضغوطات داخلية وخارجية، استبعد منير ذلك وقال: كما يبدو ما يقوم به الرؤساء الأربعة يأتي في اتجاه الرغبة في تغيير الوجوه، كما ذكر تمام سلام في بيانه وفقا لمنير. ولفت إلى أنه كما يظهر فأن الدعوة إلى تغيير الطبقة السياسية بدأت من الطائفة السنية، ما يحدث تغيير عندما يعزف الرؤساء الأربعة عن الترشح. هذا يعني تغيير في الوجوه والأسلوب بدءا من الساحة السنية، وهذا له مؤشراته لغير ساحات في وقت لاحق. وختم بالقول: هذا قرار ليس بسيطا بخلفياته ومعناه الحقيقي وأبعاده، وكأنهم يقولون هناك تغيير يجب أن يحصل، والبداية من طائفتنا ولملاقاتنا في الطوائف الأخرى. وإلى النهار، حيث كتب علي حميد أو تساءل: هل تطير الانتخابات؟ سيشكل قرار تنحي الرئيس سعد الحريري في حال اتخاذه حدثا كبيرا في البلاد، وسوف يرخي بظلاله على اللعبة السياسية والتوازنات الطائفية في مجلس النواب المقبل. هذا إذا حصلت الانتخابات في موعدها ولم يطرأ حدث يعطلها. سيكون التمثيل السني مشتتا في مجمل المناطق، فيما سيكون التمثيل الشيعي متماسكا، ومعه التمثيل المسيحي الذي يتوقع أن يطغى عليه مشهد الحزبين الرئيسيين، القوات اللبنانية والتيار الوطني، وإلى جانبهما تمثيل مجموعة من أحزاب متحالفة مع مستقلين يمثلون مناخ ثورة 17 تشرين والمجتمع المدني. في الحالة الدرزية لا يتوقع أي تغيير في المشهد، قوة التمثيل الشعبية تبقى بشكل عام محصورة بالنائب وليد جملاط، لكن مشكلة التمثيل السني لا يكون من السهل حصرها واستيعابها، ففي زمن لم يشهد تغيرا كافيا على صعيد المناخ الطائفي بما ينعكس في صناديق الاقتراع، كيف يمكن للطائفة الأولى في البلد من حيث العدد والامتداد العربي والعالمي إسلاميا أن تكون مشتتة في وقت من المرجح أن تتركز قوة التمثيل الشعبي والنيابي في جميع البيئات الأخرى بيد مجموعة قليلة من القوى السياسية التقليدية. بالعودة إلى مشكلة التمثيل النيابي السني في حال تنحي الحريري وغياب تيار المستقبل، من المتوقع أن تخلق أزمة توازن حقيقية في مجلس النواب. هذا الاحتمال الوارد يمكن أن يكون عنصرا أساسيا يدفع أفرقاء سياسيين إلى طرح فكرة تأجيل الانتخابات، مخافة أن تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات خطرة على أكثر من صعيد. ثمة قوى معنية بالانتخابات يمكن أن تستخدم هذا العنصر من أجل طرح فكرة التأجيل التي تفتح الباب أمام طرح فكرة أخرى تعتمل في بعض النفوس، ألا وهي طبعا تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام كامل، بمعنى آخر التمديد لرئيس الجمهورية كخطوة موازية لتأجيل الانتخابات، واستتباعا التمديد طبعا للمجلس الحالي. من هنا قد تخرج قريبا أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات، بمعنى آخر تطييرها. وإلى الجمهورية وأخبار الموازنة، عنونت موازنة غير موازنة، وهذه الملاحظات خير دليل. بحسب معلومات الجمهورية فإن التوجه لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو لعقد جلسات متتالية مخصصة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة وإحالته إلى مجلس النواب ضمن فترة لا تتجاوز النصف الأول من شهر شباط المقبل، إلا إذا نشأ في طريق مجلس الوزراء بعض المطبات تستدعي تأجيل الإحالة إلى وقت آخر. وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة للجمهورية أن تعاطي اللجنة مع مشروع الموازنة حينما يحال إليها سيكون
تكون بوتيرة سريعة عبر عقد سلسلة جلسات أسبوعيا وعلى نحو تنجز فيه اللجنة أو تنجز فيه اللجنة مهمتها ضمن مهلة بين 4 إلى 6 أسابيع على الأكثر. إن جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها في مجلس النواب ستعقد على بعد شهر أو أشهر ونصف من موعد الانتخابات النيابية. واللافت أن هذا الأمر قد دفع جهات اقتصادية إلى إبداء تخوفها من أن يلجأ بعض المكونات السياسية إلى محاولة الاستثمار الانتخابي على هذه الموازنة وتحويلها إلى موازنة انتخابية بدل أن تكون موازنة تحاكي الأزمة. وفي قراءة أولية لمشروع قانون موازنة العام 2022 لا تبدو الانطباعات إيجابية، لا لجهة تلبية الشروط المطلوبة لوقف الهدر وبدء خطة التعافي، ولا لجهة دوزنة زيادة الإيرادات مع قدرات المواطنين لكي لا تزيد الأعباء المعيشية عليهم أكثر مما هي عليه اليوم. في النتيجة تبدو الموازنة غير متوازنة، لا تساعد كثيرا على ولوج الإنقاذ الموجع ولا تخفف من معاناة الناس في المرحلة المقبلة. ومشاهدينا بالعودة إلى الحدث الأبرز على الساحة اللبنانية وهي خطوة انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد الانتخابي ولو لم يصدر بعد أي قرار يعني رسمي، إلا أنه جميع يعني المصادر وأخبار الصحف تؤكد عزوفه عن الانتخابات. رح نناقش هالموضوع مع ضيفي لليوم الصحافي يوسف دياب. صباح الخير أستاذ يوسف. صباح الخير لارا لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني منذ أشهر والرئيس سعد الحريري عم بيمهد لأنه يظهر من المشهد الانتخابي بلبنان من خلال طبعا اجتماعات عرفنا فيها مع مقربين منه لما كان بالإمارات. شو المعلومات لديك حول هيدا الموضوع؟ حطنا بالصورة، وإذا كان الرئيس سعد الحريري قرر أنه ما بده يخوض هيدي الانتخابات ويظهر من المشهد السياسي اللبناني، لماذا عاد إلى لبنان؟ صباح الخير. أولا هذه الأجواء التي تضخ اليوم حول عزوف الرئيس سعد الحريري عن خوض الغمار الانتخابات النيابية سبقت وصوله إلى البلد، وهذه الأجواء كانت عم ترشح من خلال وجوده بالخارج، وحتى القيادات المستقبلية كانت غير مطمئنة إلى الأجواء اللي عم توردها من الخارج. اليوم وصل الرئيس سعد الحريري وكان بارح في اجتماع موسع ومطول مع كتلة المستقبل النيابية. المعلومات اللي وصلتنا بالليل أنه خلص اتخذ القرار الحاسم والنهائي أنه رئيس سعد الحريري لن يخوض الانتخابات النيابية بشخصه، كما أنه تيار المستقبل لن يتبنى أي مرشح ولا أي لائحة انتخابية. وبالتالي اليوم يعني شئنا وأبينا الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ربما يكون خارج المشهد السياسي والانتخابي منذ العام 2005 حتى الآن، ونستطيع أن نقول أن الحريرية السياسية وما تمثل على الساحة السنية باتت خارج الحضور والتأثير السياسي على الساحة اللبنانية منذ العام 92 حتى الآن. ما في شك أنه هيدا الجو يخلق إرباك كبير على الساحة السنية، خصوصا أنه يعني ما في حدا اليوم من الزعامات السنية أو من الشخصيات السنية الوازنة قادرة على أن تملأ هذا الفراغ. نعم. خصوصا هذا الفراغ بيجي بوقت ضاغط وحاسم. نعم أستاذ يوسف، أنا رح أرجع أفوت معك بالتفصيل بهذا الموضوع إذا كان في بديل للرئيس سعد الحريري، ولكن بالبداية هل برأيك قرار الرئيس سعد الحريري هو نتيجة الفيتو السعودي عليه له شخصيا؟ لكن هو بيجي نتيجة الكثير من العوامل الداخلية والخارجية. يعني بتقديري اليوم الرئيس سعد الحريري اللي هو شارك بالانتخابات بشكل فاعل ووازن منذ العام 2005 حتى الآن، وخلينا نتذكر لارا أنه تيار المستقبل وما كان يعرف ب 14 أذار أنه أخذ أغلبية ساحقة بانتخابات 2005 ولم يستطع أن يحكم البلد كما يشاء، وما قدر يحط حتى خطة نهوض وإنقاذ للبلد. تكرر هذا المشهد والفوز بالانتخابات بالعام 2009 أيضا، يعني تكررت الصورة. ما قدر الرئيس سعد الحريري ولا تياره ولا قوى السيادية المتمثلة ب 14 أذار
أن تحكم بانتخابات 2005 انتهت باجتياح 7 أيار من قبل حزب الله لبيروت ومناطق كبيرة، بانتخابات 2009 انتهت بالانقلاب على سعد الحريري والأكثرية النيابية والإطاحة فيه وتشكيل حكومة اللون الواحد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. حتى لما فازت هذه الأكثرية الحالية المتمثلة بالثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله والتيار الوطني الحر وأرادت أن تحكم البلد وفق المعادلة اللي أرستها هي الأكثرية، بنشوف نحن أنه وصل البلد للانهيار الكامل والشامل. وحتى لما الرئيس سعد الحريري بالفترة الأخيرة لما يعني سمي لرئاسة الحكومة وقال أنه هو مرشح طبيعي، كنا نشوف أنه كيف عطل عشرة أشهر ولم يسمح له بتشكيل حكومة تكون قادرة على الإنقاذ. وبالتالي اليوم طرحت أسئلة داخلية وخارجية على سعد الحريري. أنا عم أقول لك هذا الشيء لأقول لك أنه عوامل داخلية وأقليمية تقاطعت وأجبرت الحريري على الاختفاء، بمعنى اليوم أنه حتى لو سعد الحريري خاض الانتخابات وحتى لو كان جزء من الأكثرية التي ستفوز بالانتخابات، هل قادر على أن يحكم؟ هل قادر على إنقاذ البلد؟ هل قادر على إحداث التغيير الذي يتوق له المجتمع اللبناني ومن بثقت عنه ثورة 17 تشرين، أو وفق رغبات المجتمعين العربي والدولي بتقدير النتيجة بدها تكون هي ذاتها؟ ولكن ما في شك اليوم أنه في نصيحة خارجية إقليمية ربما تكون إماراتية سعودية مصرية لسعد الحريري بأنه يعني اترك الساحة اليوم لغيرك، أو اترك الساحة لقوى الأمر الواقع التي تتحكم باللعبة الداخلية أن تحكم البلد لوحدها، وخلينا نشوف لبنان لوين بده يوصل. وفي أيضا مقلب آخر ومشهد آخر، في ثورة يعني حصلت ب 17 تشرين وفي قوى تغييرية اليوم عم تطرح حالها. إذا كان التغيير اليوم سيبدأ بعزوف سعد الحريري وتيار المستقبل على هذا الموضوع أمر جيد، خلينا نشوف إذا الانتخابات بتفرز واقع تغييري أم لا. كل هذه العوامل ما بتخفي لارا أنه في إرباك بالساحة السنية غير مسبوق، في فقدان للتوازن وغياب المكون السني الأساسي بشكل غير مسبوق. حتى لو كانت الانتخابات ستفرز 27 نائب سني في البرلمان. طيب، بعض الصحف ذكرت أنه نادي الرؤساء السابقين كمان راح يكونوا خارج المشهد الانتخابي، لأنه عندهم مثل شعور أنه السعودية ما بقى مهتمة بالشخصيات السنية وصاروا عندهم مثل إحباط أو شعور بالضعف. ما دقة هذا الكلام؟ وهل صحيح أنه السعودية من خلال هالموقف اللي عم تعمله عم بتمهد لتفوت على الانتخابات النيابية بلبنان من خلال بوابات أخرى، ممكن بوابة القوات اللبنانية، ممكن بوابة المجتمع المدني؟ نعم، بتفق معك على الفرضية الأولى أنه اليوم الزعامات السنية والمتمثلة بسعد الحريري وتيار المستقبل وبرؤساء الحكومات السابقين عندهم أحباط شئنا أم أبينا في تخلي عربي وخصوصا سعودي عن الساحة اللبنانية، ويعني عدم مبالاة بالواقع السني اللبناني حاليا. ولذلك هي تعتبر اليوم أنه سواء خاضت الانتخابات أو لم تخضها الواقع لم يتغير بشكل نهائي وكامل. وخلينا نعتبر أنه في أمثلة على ذلك، مثلا الرئيس حسان دياب شكل حكومة وظل تقريبا سنة ما دعي للسعودية ولا بيسمح له بزيارة أي دولة خليجية باستثناء قطر بشكل يعني هيك خاص وفردي. الرئيس نجيب ميقاتي حتى الآن لم يدعى إلى زيارة أي دولة عربية ولا المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا الانطباع بات راسخ عند الزعامات السنية أنه السعودية غير متحمس اليوم لدعم الشارع السني أو الزعامات السنية أو حتى الشارع السني بشكل عام. هل اليوم السعودية تبحث عن بدائل لتكون موجودة في لبنان؟ نعرف اليوم أنه كما يقال أنه اليوم حليف الأساسي على الساحة اللبنانية هو القوات اللبنانية وبعض المستقلين، ولكن هل هذا يكرس أو يرسخ النفوذ السعودي في لبنان مقابل تنامي واجتياح النفوذ الإيراني للساحة
اللبناني، أنا بشك بهذا الموضوع. السعودية لا تستطيع اليوم أن ترسخ أو أن تقوي دعائم وجودها في البلد، واللي هو من أجل مصلحة البلد. اليوم ما فينا نحن نقارن السعودية بإيران. إيران عندها مشروع عسكري خطير، المملكة العربية السعودية عندها غيرة على لبنان ومحاولة إنقاذ لبنان. ولكن أنا بتقديري اليوم الخيارات الموجودة اليوم لدى السعودية من قبل يعني أو الرهان على بعض المجموعات السياسية، أنا ما بتصور أنه بتأدي إلى اللي تتمناها المملكه العربيه. استاذ يوسف، بس باختصار شديد قبل ضيق الوقت، يعني ماذا عن السياسيين خارج الطائفه السنيه، وعم بحكي تحديدا عن الثنائي امل وحزب الله، هل بيريحهم خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد الانتخابي او العكس تماما؟ لا، انا بتصور اكثر مرحله هم قلقون منها اليوم غياب الرئيس سعد الحريري لاكثر من سبب. لارا، غياب الحريري يعني اليوم هو غياب للاعتدال السني عن الساحه اللبناني، غياب للصوت وللشخصيه القادره على ان تحاور الاخرين وان تقنع الاخرين او يقنعها الاخرين بخيارات تخدم البلد. اليوم غياب سعد الحريري سيطرح يعني مسارين بالبلد، وخلينا نتفق عليها مسار او ثلاث مسارات. خليهم مسار بيكشف انه الثوره اللي انبثقت عن 17 تشرين هل قادره على ان تشكل حاله سياسيه في الشارع السني؟ انا بقول هذه الحاله ستكون ضعيفه كثير. المسار الثاني قد يكون باستقطاب نواب سنه من قبل قوى اخرى، واعتقد ان حزب الله سيكون له حصه الاسد في النواب السنه. والخيار الآخر وهو الخيار المخيف أن يكون اليوم الخطاب المتطرف والمتشنج من قبل بعض المرشحين هو الطاغي مشان حصد الأصوات بالساحة السنية، وبالتالي أنا بتقديري التوازن اليوم سيفقد على الساحة اللبنانية بشكل كتير كبير، وأخشى ما أخشاه أن اليوم يحل التطرف محل الاعتدال اللي تميز فيه الطائفة السنية من العام 92 حتى الآن. نعم، الصحفي يوسف دياب، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات.